تشرفت اليوم بلقاء السيد الرئيس رغم مشاغله الكثيرة في الحقيقة، إنما الرجل كان يعني كريما، وكان هذا اللقاء اليوم طبعا أبلغته تحيات السيد الرئيس محمد مرسي وأطيب تمنياته له وللشعب التونسي الشقيق. تحدثنا عن العديد من الموضوعات، طبعا الأمور الثنائية وأهمية التعاون بين مصر وتونس في هذه المرحلة، في طبعا أوجه تشابه كثيرة بين ما يحدث في تونس وما يحدث في مصر وما حدث في تونس وما حدث في مصر، وكان هناك يعني اتفاق على أن إن شاء الله تطور الأحداث في الدولتين سيكون له تأثير أبعد من الدولتين إلى باقي المنطقة العربية، ومن هنا أهمية الاستقرار في الدولتين، أهمية الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية، وأهمية التعاون فيما بيننا لتبادل الخبرات وتبادل التجارب اللي احنا بنمر بها. تحدثنا أيضا عن العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية والثقافية وأهميتها في برضو بين الدولتين. يعني ذكر أثناء اللقاء أن رغم كل يمكن المصاعب اللي بنمر بها، إنما التبادل التجاري بين الدولتين خلال العام اللي بينقضي يعني قررنا على انتهائه زاد بحوالي 20% في الحقيقة، وده مؤشر على أن هناك يعني فرص للتكامل كبيرة جدا بين الدولتين. تحدثنا عن التعاون الثقافي بالذات ودوره طبعا بين لتقوية الروابط بين الشعوب. كان في معرض الكتاب هنا، وكانت مصر هي الدولة ضيف الشرف، كانت مصر ضيف الشرف في هذا المعرض، وده كان له واقع كبير جدا في الحقيقة. سيادة الرئيس أكد لي أنه هو شخصيا مهتم بهذا الموضوع، وأن في أي فرصة في الحقيقة هو بيستقبل الوفود اللي جاية من مصر وبيشجع هذا التبادل الثقافي. تحدثنا عن الأوضاع بقى في المنطقة، الأوضاع الإقليمية. تحدثنا عن الوضع في سوريا بمناسبة مؤتمر مراكش أمس لأصدقاء سوريا، وعلى أهمية في الحقيقة يعني وضع نهاية للمأساة في سوريا بأسرع وقت ممكن، ثم ما بعد انتقال السلطة إلى الشعب السوري، إن دي فترة مهمة جدا إن يكون هذا الانتقال انتقال محكوم ويكون انتقال منظم ويحافظ على وحدة سوريا ووحدة الشعب السوري وتكامل الأراضي السورية. إن ده يعني لازم نولي هذا الموضوع أهمية كبيرة جدا، وهي نفس وجهة النظر المصرية. هناك طبعا اتفاق بين البلدين على إن يعني عدم جواز التدخل العسكري الأجنبي في الأزمة السورية، وأن الحل يجب أن يكون نابعا من داخل المنطقة العربية ومن داخل الإقليم بقدر الإمكان. تعرضنا برضو للأوضاع الأخرى في مختلف، سواء في الإقليم أو أبعد من الإقليم. ثم جدد الرئيس دعوته للرئيس محمد مرسي لحضور ذكرى الثورة التونسية في شهر يناير القادم إن شاء الله، وأنا وعدت بنقل هذه، وسأنقل إن شاء الله هذه الدعوة إلى السيد الرئيس، وأنا متأكد أن لو سمحت طبعا ارتباطات سيادته سيلبي هذه الدعوة. شكرا جزيلا، ويعني هنشوفكم تاني إن شاء الله.